حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا اليوم، راني بغيت ندير لكم روتين زعما ان شاء الله يعجبكم. وكيما راكم تشوفوا، بديت بالماشينه هي الحاجه الاولى. درت اليوم لا كولور، اليوم الملابس الكولور تاعها نوار، درت غير هادو. ايوا درت فيها واحده كابسول، نورمالمون ديك الكابسول تجي من تحت، بصح انا درتها من الفوق، معليش دائما ندير هكا فاصون هي. ودرت الدواء تاع الملابس السوداء، ولا هنا لك يا السوبلين هذا راني نعمر فيه. انا نشري من هادو وندير في قرعه تاع ليترا ونصفها ولا نعمرها حتى للفوق، وكل مره ندير به. كيما راكم تشوفون، نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم، راني نعمر فيه. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم. الى راكم جداد، ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق وابوني وتفعلوا الجرس. ماشينا اليوم درتها لاندي ليكا، راه مع كل شيء راه نقيصه زعما ماشي حاجه مسخه بزاف، ولا درتها غير في الربعين وشعلتها. ولا هنا نروحوا نديروا صوالح واحد اخرين، خليناها هي تمشي. ولا هنا رحنا للدوش، نقينا لافابو تاعنا، راي نقي غير هكا الواحد يبغي لاخر. هذه المحكه اللي راهي في ديا سبيسيال تاع لا بينوار وسبيسيال تاع لافابو، كيما هكا مخليتها ليهم سبيسيال. هيا نقيت لافابو، نقيت السور هذا اللي جاي فيها كيما هكا. رانا نوجدوا رمضان بالحق، دائما كيما قلت لكم نفس الروتين نديروه، ولكن الواحد يبغي هكا شويه ينوعيتو. بغيت نصور معكم، سمحوا لي شويه صعيبه هكا نقبض ونصور، راني نحك بيد اليسرى راكم تشوفوا فيا. قولوا لي نتوما يا دراك اش ما راكم وجدتو ولا ما وجدتوش، ولا على بالي ديك خطره قلت لكم كاش ما راكم ديروا قضيان، ولا وقلتوا لي بلي حنا ديجا ملي دخل زعما هذا المرض يصور انا كل يوم نعقمو. هي على بالي بلي هذه كل يوم وكاع، غير الواحد يبغي يسقسي. هذا هو ليكيد فيسال اللي درتو، بوغ سا المكان خضر، وشوفوا كي تنقات ولا تشعل. نشفتها ما خليتهاش كيما هكا باه ما تغبرش من بعد، باسكو كي نخلوها كي نخلوهم شمخين يتغبروا. ولا هنا من الفوق حطيت غير صوالح اللي زعما نستحقوهم، دونتيفريس. انا هذه هي دونتيفريس اللي نستحقها، اللي نستحقها اللي نديرها تاع الشاربون، ومليحه مليحه بزاف. هذا الدواء تاع الفم واللي زعما اللي نقي الفم، وهذا تاع هذا ليكيد سائل تاع اليدين، شريته من الاكسيون وخرج مليح، ريحته شابه بزاف بزاف وفيه ليترا. ولا هنا رحنا لابينواغ، رانا هذا هو الدواء اللي درتو كاع في كل شيء. كم عارفين هذا متعدد الخدمات عندي نديرو في كلش. هيا ودرت ليكيد فيسال، ديجا حكيت غير بغيت نقول لكم بلي فوالا اش درتو منا وكاع. نقيت هذه بلاصه اللي نحط فيها زعما الشامبو وكاع على ولا بينوار. هذه لقيناها هنا كي جينا حنا كي تحولنا، لقيناها لهنا ما بدلوهاش زعما، ولا هذه هي. وكل مره نحكوها باش ترجع لطبيعتها. والصور كيما هكا، فاني نقيتو مليح الكالراج تاعو ولا الفايونس، نقيته مليح. ولهنا راني نشف فيه، نصفي فيه بالماء. اي فوالا كيما هكا نقيت فاني هذه لا كولون تاع الدوش، وكم عارفين مع الكالكير ايتو يقعدوا فيها صوالح بايضين هكا. ايا نقيتها كاع مليح مليح، تكون نوريكم هلا ولات فانية تشعل. على نقيت هذا صفيتو فاني، ما نشفتوش هو، خليته هكا. ولا هنا درت الشامبو وكاع لك اللي نستحقهم، هادو تاع ضد القشره ما زمان جربوا صراحه، راني غير مع التوعي اللي وريتهم لكم. فوالا نقيت لابينوار، رجعت كيما هكا تشعل هيا. و لهنا المشطه هذه الاساسيه فوالا. ولا هنا نقينا كاع هذه باه ما تزلجوش هكا درناها. ونقيت الزداج، بصح ما وليت لكمش باسكو وجهي ولا يبان هكا لك يا في الزداج، ما عرفتش كي ندير، خليت حتى كملت كاع ووريت لكم. نقيته بالماء في الكادر تاعو، والدواء تاع الزداج في الزداج كيما كشفوا الحال كي راه شباب برا وريت لكم. ولا هنا صيغت الشومبرا هذه تاع البيرو، هادو لي طاش لي راهم في الدار جايين كيما هكا على جال الكارلاج يقبض، ولا على جال هذا البلاستيك هذا تاع الارض، غير تخرطي في حاجه يولي كيما هكا.
وفاني الصاله نقيتها وسط راجلي هو بالحق اللي خملها وقع على انا غير فوت عليها بالجفاف حشاكم على ماشينا هنا راهي كملات خويتها ورحت نوجد الساش لانج على درتها شويه فيتاس هكا باه ما يجيكمش الفيديو طويل مليحه هذه الساش لانج في الشتاء مليحه بصح في الصيف صايي دوك ما نوليش نديرها ولا هنا راهي كملت هي ما قعدتش كيما هكا قعدت ساعتين وانا يا مور ديك ساعتين كنت ندير في حاجه واحده اخرى صافي لهنا كملت وهادو صوالح كاع لي يخرجوا منها دروك تشوفوا تشوشه يخرجوا نوريكم بلي كل شيء راه ناشف فيها غير طبقي ودسي ويخرجوا حتى محدين فاني نوريكم بلي ما تعصروها ما فيها والو كل شيء بلي ديتاي نتمنى يعجبكم الفيديو هذا والله صورتكم زعما شحال دومونديتوني ديري لنا الروتين كي ديري في الدار وقعطوك اللي زعما سيت اللي نطيق عليه ولا هنا الماء اللي خرج كاع منها شوفوا هذا كاع الماء ويجي حامي هذا الماء تنجمي ديري به كاش حاجه ولا هنا لا بغيت نوريكم لا غوسيت اللي وجدها راجلي تاع الديسير ووجدنا حتى الماكله هذه تاع الديسير دار الفريز وداروا الفراوله وداروا في الروبو طحنوا ما كانش عندنا بزاف فريز غير قد اللي كاين زعما داروا بما يخسرش وهذا البسكويت اللي ندير به انايا الفلون مع الكاطو يعني دارتها في لاشان ديجا ولا هنا دار الماسكاربون ودار معاها صفار بيضه ماسكاربون اللي قعدتنا هذيك خطره ودار معاها صفار بيضه وواحده لافاني ولا هنا بياض البيضه كان موجود هو وانا قلت خلي نصور ومن الاخر بياض بيضه هذيك دوك يطلعها هاي هنا طلعها كيما هكا هلا ودروك يخلط هذا الفريز اللي طحنو الساع يخلطو كاع جات شابه بزاف بزاف عجبتني انا هذه الغوسات عجبتني ماشي نقولكم ماذا بكم تسيوها ورجعوا لي خبر عليها والماسكاربون تنجمو تشروه قوطي صغير زعما الا ما بغيتوش قوطي كيما هكا كبير ودروك هذاك بياض بيضه اللي دارو نبداو نزيدو فيه غير بشويه كيما راكم تشوفون نبداو نزيدو فيه غير بشويه هادي انا راني نصور وندير هلا وجا كيما هكا واحد الذوق فيه يا سلام ما تامنوش عقلكم ولا هنا الكاطو هذا دار منه وطحنه في الاشواغ فاني طحنه كيما هكا ولا خلاه زعما شويه فيه المرسوات وكاع ما داروش بودغ بودغ دروك حنا درنا فيه هادو لي غامكا لي عندنا ولا فيه هادو الكيسان اللي عندنا سبيسيال زعما تاع الديسير ولا تاع لاكلاص ولا ايا وعمر كيما هكا صافي دار طبقه وزاد طبقه طبقه كاطو طبقه تاع لا كريم وطبقه كاطو وطبقه تاع لا كريم ودروك تشوفوا كاع وزاد كيما هكا تبقى واحده اخرى نتمنى يعجبكم الفيديو هذا راني قلت لكم نعاودها وديروا لي نتوما فاني تعليق قولوا لي كيفاش راكم تفوتوا كاع على كيا في الوقت تاعكم اي فوالا جا كيما هكا هذا الزواق من الفوق انا اللي درتو ايا وجا كيما هكا دوك نوريلكم الطبقات كي جاو شابين جات طبقه تاع كاطو لا كريم شوفوا جاو طبقات هكا وتشوفوهم زعما يبانو وهي وهذه فريز هكا درتها غير نص حبه وقسمتها على زوج ودرتها كيما هكا يعني نقولكم والكاطو اللي بقى دريتو هكا لك يا من الفوق ودرت له الزواق به ودروك خلوهم في الثلاجه يبردوا شويه
ولا هنا الحشا اللي دارونا ولا الماكله اللي دارها حاجه خفيفه. هي دار هذه الخبز كيما هكا لكيه تاع الباندومي، شرها واجده، ني درتها في لاشين ديجا سييتها، راهي في لاشين بصح هذه جابها واجده، شرا كيما هكا وي باندومي ولا خبز التوست. وهذه هذا الدهن هذا 15 غرام غير اللي ما عندوش الماشينه يديرها في المقله، انا وجدته كامل ديروها في المقله. ولا هنا هذه نواد مسكاد ولا الجوزه، والا ما عندكمش الجوزه تنجموا ديروا كي يقولوا لها تنجموا ديروا الكمون، شويه تاع كمون. ولا هنا شرائح تاع الداند، ربعه الشرائح، هذه الغوسه تشاف على واحد الشاف في التلفزيون سي بور سا سياها، شرائح كيما هكا. الا ما عندكمش نتوما هادو نورمالمون كاينين في الجزائر، ولكن لا ما كاش هادو تنجمو غير الكاشير وتقطعوه روندالات صغار وديروه. ولا هنا فرماج غابي وفيه فلفل اسود والملح ولا كريم كيما هكا ليجير ولا سائله، هذه سائله، وحبه بيض دوك تشوفوها، وزيت الزيتون. هذا هو الداند اللي درنا، شرائح الداند اللي درناهم، لكم الاختيار في هذه. هذه 100 غرام تاع دهان ذائبه، دوك تشوفوا شنو باغي يدير بها. لهنا نقول لكم الا ما عندكمش تنجموا ديروا كمون. لهنا راه دار الفرماج هذاك داروا في الروبو ودار عليه حبه بيض ودار عليه لا كريم 100 غرام تاع لا كريم ليكيد كريمه سائله، دار عليه 100 غرام وحبه بيض والفرماج 200 غرام. طحنهم كاع مليح، طحنهم هكا. يوم بعد كي فرغ لهنا، نسيت ما صورتهاش، تكون اللي متكلفه بالتصوير نسيت ما صورتهاش، دار شويه تاع هذيك الجوزه ودار شويه زيت الزيتون ودار شويه ملح وشويه تاع فلفل اسود، دارهم كاع. ومن بعد رفد كيما هكا وطلع منا وطلع زعما من الفوق للزوج تاع لي كوتي، طلع فيهم للزوج. هيا كي كمل دار هذوك شرائح تاع الداند وبلع وحده فوق اختها كيما راكم تشوفوا، وراه يدهن فيهم، تدهنيهم من زوج طبقات الا عندك ماشينه، من زوج طبقات، والا ما عندكش ماشينه تجمي ديري غير الدهان في المقله وتحمريهم من الجوايه للزوج. ونورمالمون كيما قلت لكم كاع الصوالح راهم يتباعوا، خبز التوست والشرائح هذوك راهم يتباعوا. لهنا الماشينه راهي حمات وسخنت ودرنا درتهم فيها، انا بغيت المقله هيا ودار كيما هكا. شوفوا كي جو الذوق تاعهم يا سلام، زعما ماشي كيما اللي درتهم انا هذيك خطره بالطون كاع، هادو شابين بزاف بزاف، حليت لكم منها باش تشوفوها. هلا جايين كيما هكا، نتمنى عجبكم الفيديو، ونقول لكم الى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم وباي باي.